شوشو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديده ديال قناتكم شوشو شانيل. كيفتما شوشوات؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جلابه مشى للسوق، غتكونوا شفتوا اكيد من المقاطع الاوليه ديال الفيديو. جيت للسوق الاسبوعي ديال عين داليا، كيكون نهار الاربعاء في النواحي ديال طنجه، بالضبط ما بين طنجه وتطوان. المهم نعمل لكم هنايا شي فوتو ديال الخريطه اذا كانت متوفره، زعما نوريها لكم تشوفوا تا موقع بالضبط ديال الفيلاج ديال عين داليا فين جا. المهم هنايا عندهم سوق مزيون، كيكون نهار الاربعاء كما قلت لكم، سوق اسبوعي. قلت علاش لا ما نبارطاجيه شي معاكم، نوريكم واحد الموطع فين تقدروا تجيو تسخروا وتقيلوا، حيت هنايا حتى الطبيعه، يعني تقيلوا ان جورني مني تساليو مثلا من السوق تقدروا تخرجوا هنايا غير في العروبيه تجيبوا شي دوره ولا شي حاجه. اهم حاجه تشوفوا الخضوريه، الصراحه الدنيا مخضره من مور هاد الشتي اللي طاحت الحمد لله. ايوا هادشي اللي كاين، خليكم مع الفيديو، حنا غنمشيو للسوق وغنوريكم التفاصيل كامله. شوشو بالنسبه لطريق العين داليا، بني عنده جي بي اس، اما العين داليا راه غيمشي لانيشان. اللي ما عارفش راه غتشبروا الطريق من طنجه، من السونتر ديال طنجه بحال اللي ماشي لتطوان. بالحق ماشي على الطريق الساحليه اللي كدوز على القصر الصغير وعلى وادلا وديك الشيء، وداليان بلوتو باردون، على وداليان وعلى القصر الصغير وديك الشيء. لا كتشبروا الطريق اللي لداخل، اللي من الجهه الدخلانيه اللي كتمشي لتطوان وكتمشي حتى للبور ديال طنجيميد. هادي هنايا صورتكم واحد شويش من الطريق لانه المقاطع فيها مزيان، كانت صورتكم هاد المقاطع لانه كان الجو مزيون، كان طايحه حتى الحمد لله هاد الايام هادي اللي فاتت، والدنيا مخضره شويش، السما مغيمه، ولكن ديك الخضوره عجبتني قلت نصورها لكم. وفي نفس الوقت بغيت نوريكم هاد الموطع، هادي ان شاء الله قريبا غنمشي وغنعمل لكم فيها فيديو. هي هاد البلاكه هادي ديالها، ديك الساعه انت كنهضر لكم عليها. هادي واحد لافيرم فيها بزاف الحاجات، فيها فين تقدروا تاكلوا، فيها الحيوانات، فيها البط، داكشي انا روبيريتها دابا غير عقلت عليها وشفتها. المره الجايه ان شاء الله في لا فيديو، في لا فيديو الجايه ولا شي حاجه، ملي غنمشي غنصور لكم هي اون ديتاي، بالنمره التليفون، بالمنيو، بالاتمينه، بكل شيء راكم عارفين. المهم كتبيع حتى البيض بلدي وديك الشيء، غنوريكم لي ديتاي ليها كاملين ان شاء الله. دابا نكملوا في الطريق، كنبقاو ماشيين نيشان حتى كنقبلوا على عين داليا. عين داليا هو واحد الفيلاج صغير، كاين في الاول عين العسل يمكن، عاد من مورا كاينه عين داليا، ومنه مباشره كتخرجوا للبياج اولا لوتوروت اللي كيدي لتطوان والبور بلوتو البور طنجيميد ولا الميناء طنجه المتوسط. هذه هي الطريق حتى كتمشيو لهذا ليطا ديال الطريق، كما كتشوفوها هو معوض، ما فيهش زعما الحفافاره ولا شي حاجه، طريق عاديه. وكاينه حتى الطريق الاخرى اللي مضوبله، هذه الطريق اللي كتجيب من غزنايه من الجهه التحتانيه لداخل، ولكن الطريق اللي جيتو من طنجه من السونتر ديال طنجه بحال اللي ماشيين تطوان، راه الطريق كامله ماشا مضوبله معوطه مزيونه ومخضره تبارك الله. الدنيا هاد الايام هادي طاحت الشتا كما قلت لكم الحمد لله، الطبيعه كانت مزيونه، المناظر صراحه كانوا مزيونين. كيف ما كتشوفوا شوشوات، احنا وصلنا للسوق. شوشو كما كتشوفوا احنا وصلنا للسوق، الباركينغ الطوموبيلات صراحه واقفين فين ما، احنا نشوفوا شي بلاصه. البلايك اللي كتشوفوا فيهم عين داليا الفيلاج هو هذاك، راه هو قبلتنا. وهنايا حنا غنحاولوا ندخلوا للسوق، راه هو فين كاين، حنا نجيبوا الدوره. راه البياج اللي بغى يمشي لتطوان والبورتون جيميد من طنجة المتوسط،
حنايا غنشوفوا شي مطاع هنايا باش نوقفوا قراب للسوق. الو مي شوشو، هذا هو الرومبوان، راه منين جينا من هذيك الطريق هذه اللي مشى هايده ما كتبانش دابا مغطيه بالشجر. هنايا هذه كتدي للجهه ديال طنجه كما كتشوفوا، الوسط ديال طنجه من جهه بحال اللي ماشيين من طنجه شادين الطريق ديال تطوان. اللي هنا هذاك هو الفيلاج ديال عين داليا، راه هو الفيلاج ديال عين داليا، وهذا السوق كيكون عندهم نهار الاربعاء اسمه الاربعاء د عين داليا. اللي هنا دخل هذا الفياج اللي بغى يمشي لتطوان واللي بغى يمشي لميناء طنجه المتوسط. صافي هادشي اللي كاين، هذا هو السويقه فين كاين. باركينغ صراحه كبير عنده قداش نوا. اللي بغى يبيع الاقتضاد اسمه مزيان. شفتي ميزو؟ شفتو هسه طلع مزيان. كتسخر في العشية. هنايا جينا عند واحد بحال مطعم شعبي، كاين هذاك اللي حداه راه هو اللي هنا، وكاين هذا عنده هاد الكريسيات هايدا متول هادشي. شكرا اخي الله يرحمك. طلبنا بيصال بيصارة، ها هي اوكي من زيت بلدية موجودة. شو واش نقبلتنا نص كيلو وعلى حسب المقيمة ديال الدم والمقيمة ديال الحشرات ما كنهضروش، هذه هي مقدار الحرارة اللي راه كنهضروا عليها، حتى ديك المقيمة ديال الدم إنما الحال راه كيسخن، سمع الله يرحم الوالدين، الحال كيسخن والدم راه كيزيد وكيكثر. مسير هنا كاين سادة الحوايج فكما شفتوا في الفيديو كامله، ما بغيتش خليت لكم الفيديو بالصوت ديال السوق تسمعوا الاصوات ديال ديك اللي كيقول دوال فار وديك شي كامل. المهم هنايا بغيت نوريكم حتى هاد البارتي هادي، فيها واحد شويش د الجوطيه، ماشي زعما شي حاجه بزاف، ولكن المهم كاين الحوايج اللي كيتباعوا قدامين. كاين ديك الجبيليات اللي كيكونوا كيبيعوا الجبن، الزبده بلديه، كيبيعوا البيض بلدي، كيبيعوا الربيع يعني قزبر والمعدنوس، النعناع، المهم بزاف د الحاجات، بصل بلديه، كاين بزاف د الحاجات كما شفتوا السوق. كاينه واحد الجهه ما صورت لكم شي اللي هي الجهه ديال الكرنا لانني ما دخلت لا شي. كاينين حتى الناس اللي عندهم صنادق د الحوت كيبيعوا حتى الحوت، ما صورتو منكم شي يمكن ما كنظنش. المهم هادشي اللي كاين السوق، راكم عارفين الاسواق الاسبوعيه كيكون فيهم كل شيء. هذا هو السوق ديال عين داليا. بالنسبه للاثمنه ماشي كاين حاجات اللي الاثمنه ديالهم طالعين، وكاين حاجات اللي الاثمنه ديالهم رخاصين، فهمتوا كيفاش يعني على حساب الحاجه واش لوكال ولا كيجيبوها من برا. فحال دابا الحاجات اللي لوكال مثلا فحال دابا بصال ولا شي حاجه كتجبر الثمن ديالها ماشي غالي بزاف. المهم هنايا صورت لكم واحد انقطاع شويش من الطريق حتى هي في الاخر ملي كنا راجعين.
دونك نتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ديالكم. غنقول لكم السلام عليكم على بروشين فيديو. تهلاو في راسكم يا شوشو. باي باي.